لو الحكاية فيها إن فيجو. نروح بعد كده للعقرب، ومواليد العقرب مازال القمر عندهم في المنزل ال 12، وده بيخليهم يميلوا للتأمل وأحيانا للعزلة، ولكن العزلة والتأمل هيساعدهم جدا على التخطيط وعلى ان هم يحققوا توازن في حياتهم. المهم ان هم ما يعلنوش عن افكارهم النهاردة وما يعلنوش خططهم، ويحاولوا يتجنبوا الزهو بنفسهم.